قررت الحكومة الموريتانية في عام 2019 بشراكة مع شركة بي بي وكوسموس إنرجي إنشاء مركز التكويز عن بعد بهدف تطوير المهارات المحلية في مجال صناعات النفط والغاز. وتتمثل رؤية هذا المركز بأن يكون أداة عملية للمساعدة في ترجمة استراتيجية الحكومة المتعلقة بالمحتوى الوطني من خلال توفير القيمة المضافة اللازمة للمهارات الوطنية بقية الاستجابة لعرض الخدمات القطاع تمشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ عثماني. ويعتبر التدريب رافعة استراتيجية أساسية لتطوير قطاع النفط والغاز، حيث يمثل حاليا أحد المكونات الرئيسية والأولوية للوزارة في جزء من استراتيجية المحتوى المحلي.